ما دمت تقرأ الأذكار فأبشر بكل خير، حتى ولو أصابتك مصيبة فإن الله يخرجك من ضيقها وبلائها وكربها بمثاقيل الحسنات التي لم تخطر لك على بال. ما حافظ عبد على الأذكار إلا شرح الله صدره، والله الذي لا إله إلا هو لن تجد أحدا مكروبا ولا منكوبا ولا ضاقت عليه الدنيا بهمومه وهموم أهله وولده، ولزم أذكار الصباح والمساء إلا جعل الله له من بين أطباق الدنيا فرجا ومخرجا. وإنك والله لتعجب من بعضهم أن عليه من الهموم في نفسه ومالي وأهلي وولدي لا يفتر من قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه في الصباح والمساء، وإذا بك تجده أشرح الناس صدره وأكملهم يقينا، فبخن بخن كم له من الأجر والدرجات العلى عند الله عز وجل بهذا اليقين. حصن نفسك بأذكار الصباح، اقرأها لكن اقرأها قراءة المتأمل. يا حي الكل يموت إلا هو سبحانه، تقول يا حي وتتذكر صفة الحياة التي ثبت لله سبحانه وتعالى. يا حي يا قيوم قامت به السماوات والأرض وقام به كل شيء، يأتيك الظالم باغيا أشرا بطرا وتعلم أن قوة كلها بيد الله جل جلاله، تقول يا رب إني أستغيث بك وأستجيب، فإذا بهذه القوة كأنها لا شيء. ومن هنا كان من أذكار الصباح يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الله أكبر إذا فتحت لها أبواب السماوات، وأنت تقرأ هذه الأذكار وتعلم أنها كلم طيب يرفع إلى السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، إليه يصعد الكلم الطيب، وليس هناك أطيب من كلام الله وكلام التوحيد والإيمان. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، عبد من عباد الله يستغيث بالله صباحا أيضيع؟ والملائكة كلها تشهد، وحتى الأرض التي أنت عليها لما تقول يا رب إني مستغيث بك تشهد أنك استغلت بالله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا قالها العبد من أي شيء يخاف ومن أي شيء يهاب؟ فهذه الأذكار أذكار الصباح والمساء من يقولها ويتأمل فيها. أنت لما تأتي وتقرأ المعوذات، قال لخبيب يا خبيب قل، قال ما أقول يا رسول الله، قال قل، قال ما أقول يا رسول الله، قال قل هو الله أحد والمعوذتان. إذا أمسيت وأصبحت ثلاثا تكفيك من كل شيء. ما هي المعوذتان؟ أنت حينما تقول أعوذ قل أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم وأحتمي، تشهد الله من فوق سبع سماوات أنك تلوذ به وتحتمي وتلتجئ إليه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. أي شيء يخرج عن خلقة الله؟ هل في شيء ما هو مخلوق لله؟ من شر ما خلق أنت تقول اللهم إني أعوذ بك من شر كل شيء خلقته، فقد يأتي الشر من ولدك الذي هو من صلبك وأنت لا تعلم ولكن الله يعلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، من قالها ثلاثا لم يضره شيء. إذا وثقت بربك فإن الله لا يخيبك، وإذا امتلأ القلب بالتوحيد بمعرفة الله سبحانه وتعالى، لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على أن ينفعوك أو يضروك لم ينفعوك ولا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه.